السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم اللي هو موضوع النقد. يوم تنتقد شخص يكون فيه ثلاث أنواع للنقد، اللي هو النقد البناء، نقد الانتقام، والنقد الهدام. نقد الانتقام بسبب العداوة بين الشخصين. هذا الشخص كره الشخص الثاني، بالتالي راح ينتقده في تصرفاته، راح ينتقده في الأشياء اللي قاعد يسويها. النقد الهدام هو نقد يسبب البغضاء ويسبب الكره ويسبب الإحباط لدى الشخص. مثلا مديرك في الدوام طلب منك أنك تعرض برزنتيشن، أنت عرضت مثلا هذا الفيديو، فهو علق عليه قال لك شو هالفيديو السيء، شو هالفيديو الغبي، فأنت بالتالي راح تنحبط، فهذا الشيء يهدمك ذاتيا وداخليا. مثلا أنت مخلص بيتك، يا شخص وزارك في البيت وقاعد ينتقد شو هالبنيان، شو هالتصميم، منو سوالك هالتصميم، منو سوالك هالشي، فهو ما يقدر انت كم انت مستانس على بيتك وكم انت مستانس على الاشياء اللي انت سويتها، فهو قاعد يحبطك اكثر. النقد البناء هو نقد انتقدك باسلوب حلو، باسلوب مرح، باسلوب يعني اطلع ايجابياتك اكثر من سلبياتك. مثلا اذا ولدي مثلا حل الواجب وعنده اغلاط، انا راح امدحه اول شيء، وبعدين راح أعبر له عن أغلاطه بطريقة حلوة أنه تقدر تساعده وتقدر تخليه أنه ما ينحبط. الشيء الثاني، مثلا واحد عزمك على عشاء، أنت العشاء ما عجبك، ما راح تسبه تقول له عشاكم سيء، عشاكم خايس، أنت راح تقول له عشاكم حلو. بس لو مثلا بعد جاي مشاوي أكثر، لو أنت جاي مقبلات أكثر، فبهالتالي راح تخليه مستانس، وفي نفس الوقت يفكر في المستقبل شو الأغلاط اللي عنده راح يصلحهن. وهذا هو اللي هو النقد البناء. بالنهاية حاولوا تكونون إيجابيين أكثر، حاولوا تنتقدون الناس بطريقة حلوة، حاولوا ما تفكرون في عيوب الناس، حاولوا أن تفكرون في إيجابيات الناس وفي الأشياء والصفات الحلوة عندكم. حياكم الله.